تواليت نفسيه. قاعده التواليت ديت بتشد، بتدوس على الكومبينيشن او السيفون يعني، بينزل ميه كامله بتطهر المكان وخلص، ما بقاش فيه نجاسه. اذا النجاسه فين؟ ما النجاسه راحت خلاص، مشت في انابيب الصرف. وبالتالي انت لو بتربط ما بين النجاسه والشيطان، فين الشيطان بقى؟ وهل الحمامات دي هي ديت اللي بيسكنها الشيطان؟ الستاير والسيراميك والرخام والقطع الصحي الفاخره المحترمه ونجف ودلايات وستاير، وأني شيطان اللي هيجي في هذا الموقف؟ وازاي ترعبوا ولادكم؟ الامر الثاني، مواسير وانابيب الصرف دي عشان ما تتراكمش عليها دهون، انت لازم تدلق فيها ميه سخنه. يعني اذا كنت انت خايف انك تدلق ميه سخنه لحسن يركبك عفريت، خليك ما تدلقش ميه سخنه لحد ما الدهون تتراكم ويتسد، وتجيب السباك يروح لادع منك 500 جنيه، ساعتها هيركبك 500 عفريت، علشان انت ما انتش عارف اهميه الميه السخنه في التواليت. الميه السخنه في التواليت ده امر في منتهى الاهميه. الميه السخنه في التواليتات موضوع مهم لمنع تراكم الدهون. الميه السخنه في التواليت امر مهم للنظافه والتطهير. اوعى تصدق الدجالين والنصابين، اوعى تصدق بتوع الثلاث ورقات. عشان كده زيت مغلي، ميه معرفش ايه، الكلام ده لا علاقه لنا به. طيب نيجي بعد ما خلصنا موضوع التواليت، وان موضوع التواليت ده ما بيحصلش فيه اي حاجه ممكن تتخيلها، ممكن نتكلم على الباب الثاني من ابواب الدجالين او طرق المشعوذين اللي بيعملوها. واحد قال ده انا عارف الشيخ فلان الفلاني، الشيخ فلان الفلاني بيحرق الجن. اشهر واحد من النصابين اللي بيدعوا هذا الكلام راجل كان عضو في الحزب الوطني الفاسد، واحنا عارفين قصة الحزب الوطني الفاسد يعني، وقد ايه كانت مصيبته سودة على البلد كلها. هو سبب قلبان مصر كلها، فساد هذا الحزب الحقيقة هو سبب قلبان مصر كلها. الراجل بيدعي بحيل معروفة كيميائيا، لكن الناس مش عارفة انه بيحرق الجن. مرة يجيب طشت غسيل، مرة معرفش ايه، وراه مذيعة عمالة تطبل له، المذيعة بتطبل وهو بيغني، المذيعة بتمشي الحال وهو وراها عمال ياكل عيش. الغلابة بتوع الصعيد يحصل لهم حريقة بدل ما يسيبوا الأدلة الجنائية والدولة تراعي، إنما اللعب بالبسطاء. ليه ما نلعبش بالغلابة؟ ليه ما ناكلش عيش من وراهم؟ بنتي يجي لها مرض اسمه هيموكلاريا، مرض نادر في العين، بيخلي القطرات الدمع تبقى بالهيموجلوبين دم، وده موجود في العالم، وادخل على النت وتشوف هيموكلارا، ده مرض معروف عالميا وان كان نادرا. جابت البنت على الهوا على ان البنت ملبوسه بالعفاريت، وجابت واحد دقن وهوب ده عليها 100 جنيه وعليها قبيله ومعرفش ايه. واحد يقول لك انا الدولاب بيتحرق، الدولاب اهو. طبعا انا وانت بنشوف اثار حريق، انما الحريق حصل من ايه؟ انا وانت ما شفناش. فهم بيستدلوا باثار الحريق على اسباب الحريق. شفتش انت تستدل باثار الحريق على اسباب الحريق؟ اثار الحريق حاجات متفحمه وحاجات محروقه، دي اثار حريق، انما اسبابها ايه؟ شوفوا بقى انتوا كنتوا بتهزروا مع مين، شوفوا مين اللي عاوز يعمل فيكم مغرز، شوفوا مين اللي بياكل عليكم عيش، شوفوا مين اللي بيلعب بيكم، شوفوا مين اللي عاوز ينصب بيكم ويستخدمكم اداه للنصب. ناس مساكين وقعوا في ايد مجموعه تعابين، ناس مساكين وقعوا في ايد مجموعه تعابين. الحقيقه عاوز اقول لحضراتكم ان الكارثه دي كارثه كبيره جدا، وكانت النتيجه انه بيجيب الناس ويعمل جو رعب هلامي، كله نصب في نصب، كله أونطة في أونطة. هديكوا لقطة منه ونخرج بعديها فاصل علشان تشوفوا لقطة زي دي بتعمل في ولادكوا ايه، وتعمل في الناس الجهلة ايه، وبتعمل في الناس الغلابة ايه. لقطة زي اللي انتوا هتشوفوها دي، وقبل ما اقول قبل ما اوريها لكم، انا عاوز اقول لكم
ان كل ده تمثيل وقرع ودجل وحسبي الله ونعم الوكيل. وبعد الفاصل هقول لكم تفسير اللقطة دي برضو بمشهد تاني من الفيديو. هنشوف مع بعض المشهد ده وتشوف تأثيره ايه مع بعض. تفضلوا معايا. بالشكل ده اللي انتوا شفتوه منظر مرعب، منظر يخوف، منظر يخض، منظر. وكل اللي انتوا شفتوه ده قرع وتمثيل وكذب وخيبة ونصب واحتيال ودجل وشعوذة ولا أساس له. إنما للأسف الشديد دايما قبل ما ربنا ما بيخلق النصاب بيخلق له 40 مغفل، وإلا النصاب هيموت من الجوع. اللي عمله ده بقى الدخان اللي بيطلع، النار اللي بتطلع، إيه قصتها؟ قصتها في مادة اسمها الصوديوم. مادة الصوديوم دي يا محترمين كيميائيا لما بتتعرض للهواء أو للمية بيحصل لها نوع من أنواع الاشتعال الذاتي. اشتعال الذاتي لوحديها. الاشتعال الذاتي ده بيحصل ازاي وانت هتشوفه بنفسك دلوقت. وقول لي بقى يا ترى ده رخر عفريت ولا مش عفريت؟ شوفوا المقطع ونتكلم. ادي قطعة الصوديوم اهي قدام منك، بياخد حتة منها يدوب، بص حتة صغيرة بمنتهى البساطة اهو، بيمسكها بالجفت اللي في ايديه. مادة كيميائية موجودة في المكونات، العناصر الموجودة في الحياة، الكيميائيين يعرفوها والصيادلة يعرفوها. حطها في المية، شوف اللي هيحصل يا محترم. هب ابخرة. طبعا ده شمهورش بيطلع، الناس بقى اللي على باب الله شمهورش، وطبعا عضو المجلس، عضو الحزب الوطني الفاسد هيقول لك ايه؟ الحق شوف، بص انا حرقتهم. اهي مية اهي، فتشت الغسيل، اتفضل. شفت الحريق؟ شفت جن يعني كده قدام منك 15 جن وال15 عفريت، عرفتم قدام عينيكم. والتانية تقول لك انتوا هتحرقون انا، لا انت هتحرقوها هي. والتاني يقول لك يجيب لك طشت غسيل وسخ، يقول لك اصلا انا حرقت الجن. لا حول ولا قوة الا بالله. والله والله يا دجالين ما هنسيبكم وهنطاردكم وهنحفر لكم زي الشوكة في زوركم في كل مكان، وهنطاردكم لحد ما نوعي الناس ولحد ما ناخد بايد الناس ونوريهم ان انتوا ربنا ف